صلوا على رسول الله، تقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال، ورمضان كريم. رسالة خاصة إلى كل مطلقة، رسالة خاصة إلى كل زوجة. هناك شخصين يقومون معك ويفزعون معك ويساعدوك ويعطونك الآراء على الطلاق وعلى الفراق ويمنونك بالمستقبل العظيم، فإذا تم الطلاق تخلوا عنك وتركوك في الضياع والهم والغم وضياع مستقبلك وضياع أبنائك والعياذ بالله. طيب من هما؟ بعض المحامين يفزع معك ويعطيك آراء، كل الهدف مبلغ مادي، لا بارك الله له فيه. والشخص الآخر هو الشيطان، يكون معك فإذا صار الطلاق تخلى عنك وجاب لك الهم والغم على أساس يضيعك مستقبلا. هو ضيعك في البداية، فحذاري حذاري، والله أن الزوج خير وبركة على الزوجة وعلى الأبناء. حتى لو كان زوج عادي، حتى لو كان زوج عليه ملاحظات، اصبري ولا تطيعي في زوجك مهما كان الأمر. واسأل الآن المطلقات ماذا وجدوا من الضياع والهم والغم، حتى لو كابروا، حتى لو سووا احتفالية، حتى والله يجدن في صدورهن من الهم والغم ما الله به عليم.